متابعي إيرم نيوز، مرحبا بكم في الصميم. هل سمعتم في السنوات الأخيرة زعيم دولة يشتم نظيرا له بأقدع الأوصاف؟ نعم، لستم وحدكم. الرئيس الأمريكي السابق مثلا دونالد ترامب كان قد وصف زعيم كوريا الشمالية بالفتى السمين، لكن كيم جونغ أون أيضا لم يقصر من جانبه، فوصف ساكن البيت الأبيض وقتها بالخرف. الأمور لم تقف عند هذا الحد، فالرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو سخر من زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. القائمة تطول، لكن الخيط الناظم بين هذه الخطابات السياسية هو ما يعرف بالشعبوية. إزاء هذا النهج الجديد في خطاب السياسة وممارستها يضع كثيرون في الغرب الأيدي على القلوب، وكلهم خشية مما يعتبرونه تهديداً يتربص بالديمقراطية. هل ثمة تيار شعبوي فعلاً يحمل أناساً غير ذوي كفاءة ولا رصيد سياسي إلى مواقع المسؤولية فيصبحون خطراً داهماً على المؤسسات؟ أم إن النخبة التقليدية التي ألفت الانفراد بالسلطة ورسم خطوطها الحمراء والجاهزة تريد أن يبقى نهج الدول ثابتاً لا يتغير بمعزل عما يريده الناس في ارتباط بهمومهم؟ نقارب وإياكم هذا السؤال في الصميم. في البداية دعونا نتفق على تعريف للشعبوية. بشكل عام، الشعبوية هي أن يعمد رجل السياسة إلى استمالة وخطب ود القاعدة العريضة وحتى المهمشة من عامة الناس والشعب، وذلك في محاولة لإقناعهم بأنهم منسيون من قبل النخب الحاكمة. ويجري هذا الاستقطاب الشعبوي عادة عبر إثارة قضايا المجتمعات بتبسيط واجتزاء مخل، مع اشتراح حلول غير دقيقة وغير قابلة للتطبيق. لنقرب الصورة أكثر، حين يكون الوضع الاقتصادي حرجاً في بلد من البلدان كما هو الحال هذه الأيام في الكثير من الدول، يتحدث الزعيم الشعبوي إلى أنصاره عن الاقتصاد بمعزل عن الحقائق. من الشعبوية مثلاً أن يعدهم بتحسن جوهري وسريع في الأوضاع إذا وصل إلى السلطة، لأن تحولات الاقتصاد تستغرق وقتاً وخزينة الدولة لن تتيح له الإنفاق كما يريد، لا سيما في ظل وجود عوامل خارجية قاهرة. ترامب مثلاً اقترح حل أزمة الهجرة مع المكسيك عبر بناء جدار حدودي، لكنه لم ينجح في ذلك. الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوترتي وعد أيضاً بالقضاء على الجريمة وتجارة المخدرات عبر حملات أمنية صارمة، لكنه لم يفلح. نعم، لم ينجح لأن الجريمة وهي معضلة اجتماعية واقتصادية تنشأ بسبب قصور في التنمية، أما الأمن فلا يستتب بين الناس بجرة قلم أو بتفويض الشرطة حتى تطلق الرصاصة بتردد أقل. طيب، ما دام الأمر هكذا، لماذا تتغذى الشعبوية وتزحف يوما بعد الآخر على بلدان كثيرة متقدمة؟ الناس يشعرون أن من يجادون في السلطة لا يلقون بالا لعامة الناس، فيتحمسون لمن يتحدثون لغة قريبة منهم، وهم يرددون في ذلك: في نهاية المطاف لن نخسر شيئا، دعونا نجربهم. في مقابل النخب التقليدية، يغدق الشعبويون وعودا سخية غير آبهين بمدى قدرتها على التحقق، فالأهم بالنسبة إليهم هو دغدغة عواطف الناس واستمالة الناخبين، وفي حال وصلوا للسلطة يعزون الفشل إلى عقبات الدولة العميقة. بعيداً عن وسائل الإعلام التقليدية، المينستريم ميديا أصبحت المنصات منبراً للقادة حتى يقدموا خطاباً غير ذي ضوابط، وترامب نفسه أقر مراراً بأنه ما كان ليصل إلى البيت الأبيض لولا تويتر. ووسط هذا التدفق الحر المعلومة يظل الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام التضليل والتوجيه. أمام هذا الزحف الشعبوي يقال إن معركة الوعي هي التي ستحدد مآل الأمر، صمود للديمقراطية أم انهيار للمؤسسات؟ نلقاكم في قراءة أخرى في الصميم.